تواصل تركيا إرسال مجموعات من الميليشيات والمرتزقة السورية المستأجرة إلى ليبيا، وحثت أجهزة الاستخبارات التركية قادة الميليشيات السورية الموالية لها على تشكيل قوائم لتوفير المزيد من المقاتلين بهدف إرسالهم إلى هناك للقتال. المزيد نتابعه في الفيديو التالي. تعال انزل 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 انزل. شو اسمك انت؟ محمد زيدان. علي صوتك. محمد زيدان مصري. محمد عيد زيدان مصري. محمد عيد. منين جاي انت محمد؟ من سوريا. من سوريا؟ ايه. عن طريق من جيت؟ عن طريق تركيا. تركيا؟ ايه. وفين جيت؟ جينا بطيارة. طلعنا من انقرة الى اسطنبول. من اسطنبول نزلنا بمطار معيتيقا. باهي. طيارة شنو اللي جيتوا فيها؟ ليبيا؟ مدني. مدنية شنو؟ ايه ليبي. ليبيا؟ ايه. باهي. وين مسكوك؟ مسكونة ب ب بوسليم. بوسليم؟ بوسليم مسكونة. مقاتل أنت؟ ايه. مرتزقة؟ ايه مرتزقة. بوسليم. عادي صبي لي أنا. تعالي 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 صبي. بخ. انزل الأخ. تعال. بخ. بخ هذا. تعالي يا. عقم لي هذا ترى. عقم عقم. شو اسمك انت؟ اسمي محمد ابراهيم عيداوي. محمد ابراهيم؟ عيداوي. منين جاي انت؟ من سوريا. عن طريق من جيت؟ عن طريق تركيا. غازي عنتاب. اسطنبول. من اسطنبول على مطار مصراتة. مطار مصراتة. وين مسكوك انت؟ مسكونة في البوسليم. بوسليم. معك سلاحه؟ اي معي سلاح. عقم. انزل تعال. عقب يديه عقب يديه عقب. شنو اسمك انت؟ محمد عيدان اسعد رمضان. منين جيت انت؟ من سوريا. من حور كلس. ايه. على تركيا. باه. مطار غازي عنتاب. من غازي عنتاب مطار اسطنبول. باهي. من مطار اسطنبول مطار مصراتة. باهي. من مطار مصراتة تم نقلنا على طرابلس. باه. وين مسكوك؟ بوسلي. هاي بوسلي. معك سلاحه؟ نعم معي سلاح. مقاتل يعني؟ عادي ترى غادي. عق مغادي. تعالت. عق مغ. شنو اسمك انت؟ اسمي محمود جاسم المرعي. محمود؟ جاسم المرعي. منين جيت يا؟ من سوريا. عن طريق شنو جيت؟ طريق تركيا. طلعنا من سوريا على حور كلس. من حور كلس على غازي عنتاب. من غازي عنتاب طلعنا على اسطنبول. من اسطنبول نقلونا على مطار مصراتة بطيارة مدني. من مصراتة نقلونا على طرابلس. من طرابلس على حي بوسليم. باهي. وجاي من غادي عايش خصوص شني؟ جابوني مرتزق. مرتزق؟ بفلوسه؟ بفلوس. أعطوك فلوسه؟ ما أعطونا. ضحكوا علينا. ما في شيء. ما في شيء بكل؟ ما في شيء. أعطاكم شيء؟ ما أعطونا شيء. عادي تريح. عقمة. عقمة وكتل الجراثيم اللي. تعال تعال. تعال. نزل هذا. مصاب أنت؟ نزل نزل. عقم لي هذا المصاب. شنو اسمك انت؟ مصطفى الرشيد. مصطفى الرشيد؟ أيوة. منين جاي مصطفى انت؟ من سوريا. سوريا؟ باهي. وعن طريق شنو جيت؟ جيت عن طريق تركيا. تركيا؟ باهي. وين نزلت؟ جيت طلعت من غازي عنتاب. من حور كلز على غازي عنتاب. باه. من غازي عنتاب اخذونا طياره على اسطنبول. طياره من اخذونا على اسطنبول. طلعونا طياره سفري. طياره شنو؟ حربيه شنو؟ لا طياره مدنيه كبيره. منين الطياره هذه؟ الطياره كان مكتوب عليها الليبي. الليبيه؟ ايوه. باهي. ونزلتوا؟ ومن اسطنبول اخذونا على مصراتة. باهي. ومن مصراتة اخذونا على بوسليم. باهي تمام. وين انصبت انت؟ بوسليم. وعن طريق من اللي صابك؟ الجيش الليبي. الجيش الليبي تمام. عارف اليوم تاريخ 20/4/2020 امتسكت فيها المرتزقه، استلمناهم في طارق بن زياد.
تم استلام طارق بن زياد. شي اللي غادي هذا هاي يتم التعقيم للمرتزقة حق عقمهم كله عقم بالكامل حق حق وصول عدد من الميليشيات مصراتة شنو اسمك انت؟ عبد الرحمن اسامه الشيخ. عبد الرحمن اسامه الشيخ. الشيخ منين يا عبد الرحمن؟ منين مقاتل انت ولا شنو العسكري والله؟ لا مقاتل. مقاتلك ميليشي. ميليشي. ميليشيات ميليشيات منين؟ صراط. صراط. عقمه يا عقم زيد عقمه كيا اللي صبي غادي انزل يا تعال. شنو اسمك انت؟ علي مصطفى الوكشي. علي مصطفى؟ علي مصطفى الوكشي. علي مصطفى الوكشي ان شاء الله. يا علي وين مسكوك انت؟ بقرين. بقرين مقاتل؟ بقرين الله. ومعك سلاحك هو؟ كلاش كوف. كلاش كوف. مقاتل مع من؟ مع الصفر 10 ميليشية. صفر 10 ميليشيات؟ صفر 10 صفر 10 مصراته ان شاء الله. عد انزل عقم الله. واستلام الجيش الليبي. استلامه الجيش الليبي كتيبة طارق بن زياد عقمه كله. السلام عليكم. عقم عقم بالكامل عقم بالكامل عقم درس الصبي انا. خش تعال خش 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 عقم. تم تعقيمهم واستلامهم خش. ابرم وجهك. في حد مريضه؟ في حد مريضه؟ ما تحس في شيء؟ مصاب وحده جرح مصاب في القتال ها؟ شوية تو نعالجوك. أنت مصاب وين بالضبط؟ كلم فيك. إصابتك وين بالضبط؟ بوسليم. بوسليم.